عليكي يا بنتي يا سماسي، ما اخبار الهزه على حس؟ يوه اديني مقضياها. يعني ايه مقضيها؟ انت بتغزي العين ولا ايه؟ قصدي يعني كيت والزباين الحلوه اللي بترمي فلوس. الفلوس زادت وفاضت على الاخر يا اختي. بلا نيله عليا وعلى بختي، ما انا كنت بهز واعمل لهم قرد لا كنت بشوف فلوس ولا نيله. منتي يا اختي اللي اتسرعتي واتجوزتي وسبت الرقص والهز بدري. هي من دي يا اختي اللي سابته بدري؟ ده انا هاجي واغيظكم كلكم، هما يومين رست كده ونازله الملاعب تاني وهكسرها. يا اختي تيجي بالسلامه ان شاء الله وزباينك مستنيني. على احر من الجمر. لا جايه اقعدوا بقى كده. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دي؟ في ايه مالك؟ ما تهدي تزعقي ليه وداخله بزعبيبي؟ صاحبتي سماسي. في ايه؟ لا صاحبتك تقابليها في شقتك، انما المناظر الزباله دي المسخره دي مش عايزاها في بيتي. ومين بقى يا اختي الاخت ان شاء الله؟ الاخت دي ان شاء الله تبقى صاحبة البيت ان شاء الله. بقول لك ايه، تاخدي الزبالة دي وتطلعوا بره، ده بيت محترم. في ايه؟ ده ايه يا ايمان؟ سوقه جاي باخر الشارع. فين بنتك بتطردني من البيت انا وصاحبتي؟ انت ضيفه في البيت ده يا لولا، ومفيش ضيف بيجيب ضيوف معاه. في ايه؟ الصوت العالي ده، في ايمان؟ الحقني يا عمر، اختك بتبهدلنا انا وصاحبتي وتطردنا بره البيت. ولو زودتي في الكلام هديك انت وهي بالشبشب. جرى ايه يا اختي اللي محدش عارف يلمك؟ مالها دي؟ اوعي سمين، اطلعي بره انت وهي. ايمان عيب كده، ما يصحش الكلام ده. انا راجع تعبان من الشغل وعايز اخش ارتاح شويه. انت تروح ترتاح في اي حته تانيه الا هنا. طول ما انت معاك المناظر الزباله دي انا مش عايزاك في البيت ده، فاهم ولا لا؟ انا وامك مالناش غير سمعتنا، ومش هيجي عيل زيك على اخر الزمن يجي يوسخ سمعتنا. خد الزباله بتاعتك واطلع بره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بالسلامه. عمر بيه. الله يسلمك يا ملاك. حضرتك كنت بتصل بيك وحضرتك ما كنتش بترد. معلش كنت مسافر بره مصر وسايب موبايلي هنا. خير في حاجة؟ أبداً، السكان جابوا سباك واكتشفوا إن المواسير مسدودة بأسمنت وبلاك، وده يمكن اللي ما كانش مخلي المية توصل عندنا. إيه ده، معقولة؟ وده مين بقى اللي عمل كده؟ الأستاذ نيازي قال لهم إن حضرتك عملت كده عشان تطفشهم من شوائهم. أنا؟ أيوه، وحضرتك خدوا نفسهم بربطة المعلم لحد القسم عشان يعملوا فيك محضر إثبات حال. ما دام حصل كده ما بلغتنيش ليه أول ما حصل؟ ما أنا قعدت أتصل بيك كتير وحضرتك ما كنتش بترد، وكنت عايز أقول لك إنك تروح القسم عشان ياخدوا أقوالك. قسم؟ ماشي يا ملواني، أي حاجة تحصل جديدة بلغني بيها على طول. ماشي؟ تحت أمرك حضرتك. اتفضل يا أستاذ. شفتي آخر تيشرتك السوداء؟ عمرها عملوا فيها محضر. في إيه؟ ملك اتهزيت وايد في جلدك كده ليه؟ إيه المشكلة يعني؟ يعني إيه المشكلة؟ محضر واسم، يعني ممكن تبقى قضية في أي لحظة. عادي يا ناصح، ما هو ده اللي إحنا عايزينه. عايزينه إيه؟ عايزينه ايه بس؟ والنادي حرام عليكي بقى، شكلك هتوديني في 60 داهيه. وبعد الشر عليك يا عمر كده برضو حبيبي، وانا ارضى بده. خليهم يعملوا محضر ويروحوا يلفوا في المحاكم ويدفعوا مصاريف محامين لما يزهقوا ويطفشوا وينكشحوا في داهيه من هنا. وانا بقى المفروض عليا اقف قدام كل المحامين دول على اساس ان انا فاضي لكل المشاكل دي؟ ما هو برضو هقول لك حاجه يا عمر، الارض دي لما هتتباع يا حبيبي هتجيب ملايين، يعني كل ده ما يستاهلش ان احنا نصبر. وبعدين انت لما تروح القسم دلوقتي انكر كل اللي حصل ده. بالعكس بقى، ده انت تعمل فيهم محضر وتقول ان هما بيتلككوا لك ومش عايزين يدفعوا الصيانه. على اساس بقى ان هما يصدقوني. وما يصدقوكش ليه؟ ايه البينه على من ادعى؟ يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني انت لما تروح دلوقتي وهما بيحققوا معاك تنكر كل ده وتبقى مصدق نفسك بجد، ساعتها المحضر ده كله هيبوظ ويطلع في شنك ويبقوا يرجعوا بقى يضربوا دماغهم في الحيط. اسمع كلامي عمر، ده انا لولا اللي طول عمري بطلع الاولى. ربنا يستر يا لولا. اتفضلي. اتفضلي يا أولى. معقولة يا عمر؟ معقولة أنت تعمل كده؟ أنا مش مصدقة اللي إيمان قالتولي في التليفون. ماما والنبي والنبي، أنا مش ناقص. وبعدين أنا عملت إيه يعني؟ العمارة دي بتاعتنا والسكان اللي قاعدين فيها قاعدين على قلبنا وبيدونا ملاليم كل أول شهر، مع إن الأرض تسوى أكتر من كده بكتير. أنت لسه ليك عين تتكلم يا بجح؟ بعد ما الناس دي اتنازلت عن المحضر اللي كانوا ممكن يدخلوك بيه السجن. لا اوعي تفتكري ان هم عملوا كده عشان بيحبوه ولا عشان سواد عيونه. دول عملوا كده زي اللي بيقدم الست عشان يلاقي الحد، عشان يا ماما يسيبهم قاعدين في البيت. اخرسي خالص يا قص المصايب، انت اللي وزيتي ابني يعمل كده. انا ابني ما يعملش كده لوحده ابدا. انا قلت له يجيب سباك، لكن ما قلتلوش بقى يروح يتغابى ويجيب سباك المنطقه ومع اول قلم يقر عليه. اخس عليك يا عمر، هانت عليك العشره. ده النبي وصى على سابع جار. ليه يا عمر؟ ده انت دخلت بيتهم وكلت عيش وملح معاهم، عايز ترميهم في الشارع في الاخر؟ يا ماما انت بتقولي له ايه؟ عمر الفلوس عمته. لا انا كنت عايز اجيب حقنا،
ولا عاجبكم بس يبقى اسمنا اصحاب ملك وفي الاساس ان احنا شحاتين والايجار اللي بنلمه من الناس كلها ما بيكفيناش اسبوع في الشهر. الله ينعن ابو الفلوس اللي خليتك تبيع كل حاجه حلوه بينك وبين الناس اللي حواليك. انت ما بقتش تفكر غير في الفلوس وفي نفسك. انا بفكر فينا كلنا على فكره. بصراحه بقى عمر معاه حق يا ايمان، لان المصلحه دي لو خلصت الخير هيعم علينا كلنا. اه صحيح، هو انا ليه قاعده بتخانق معاه؟ ما انت الشيطانه اللي قاعده بتوزيه وهتخليه يخسر كل حاجه حواليه لغايه ما تدخليه السجن. يا ايمان، هو انا عيل صغير ولا ايه؟ تصدق ان احسن لك ان انا اتعامل معاك على انك عيل صغير وهبل وبرياله بدل ما اتعامل معاك على انك راجل شحط وجاحد؟ بقول لكم ايه؟ انتوا قاعدين هنا لسه ليه؟ اتفضلوا بره. بره! شفتي اخره عمايلك السودة؟ وانا كنت اعرف ان انت بالسذاجه دي بقى بذمتك حد يعمل كده يوم ما تجيب سباك المنطقه اديهم عطروا فيه واعترف لهم على كل حاجه. ايه رايك بقى في شكلنا اللي بقى زي الزفت قدام الناس ده؟ ستي بقى مش مشكله، ربنا يخليها لنا ايمان. لولاها كان زماني دلوقتي لبست القضيه وبرمي في الحبس وقتي. بعد الشر عليك يا حبيبي. بقول لك ايه، احنا نفضها سيره بقى من موضوع العماره ده، لان انا خلاص غيرت رايي. يعني ايه؟ يعني مش هطرد السكان ولا هيدوا العماره. بس ده ما كانش اتفاقنا. انت مش عاجبك كل اللي حصل ده؟ وبعدين انت عايزاني انا ولا عايزه العماره؟ عايزاكم انتوا الاثنين. ما ينفعش. ليه بس؟ لاني مش مستعد اخش مع السكان تاني في مجادلات وحوارات. الناس دي عارفيني من زمان قوي ومربيني زي عيالهم بالظبط. كتر خيرهم ان هم اتنازلوا عن المحضر. بس ده حقك يا عمر، وهم اللي قاعدين غصب عنك. يا ستي حقي وانا مسامح فيه، ربنا كريم. لولا خلينا نعيش على قدنا وسيبيني اركز في شغلي شويه ارجوكي. يا سلام، يعني انت عايزني اعيش معاك العمر كله بمرتبك؟ وماله مرتبي؟ ما الناس كلها بتعيش بمرتباتها، الواحد بيطلع السلم خطوه خطوه ما بينطش. بصراحة بقى انا زهقت من كتر المصاريف اللي احنا عاملين نصرفها دي. كنت عايز امايل عليكي شويه. تمايل عليا يعني ايه؟ شبكتك اللي انا جايبها لك اللي بسببها صرفت جزء كبير من حسابي في البنك. مالها؟ كنت عايزها عشان ابيعها وافك بتمنها ازمتها لغايه ما ربنا يكرم. شبكتي مش هفرط فيها يا عمر، انسى. ما تنسيش يا لولا ان انا اللي جايبها لك. اه، هو انت بقى يا حبيبي كنت جايبها لي عشان ترجع تاخدها تاني؟ ده بدل ما تزودها لي يا عمر وتخلي عندي صندوق ذهب. يا حبيبتي اكيد انا نفسي اعمل كده، بس اعمل ايه؟ العين بصيره والايد قصيره. وهي ايدك القصيره دي لما تولد هتطول على حاجتي انا يا عمر؟ اخسى عليك. وهي دي برضو وصيه خالي المليجي ليك؟ لولا ارجوكي، انا الدنيا متلخبطه معايا ومتوتر على الاخر وما قداميش حل غير ان انا اخد الشبكه دلوقتي. يبقى سلامتك بقى من التوتر، لكن شبكتي انسى يا عمر. لا انا ماشيه. راحه فين؟ هتمشى شويه، اتخنقت. طالما استاذ عمر بتاعك ده جبان وخايف انه يضرب السكان، سيب الموضوع ده عليا انا. ازاي؟ شوف بقى، انا هتفقلك مع واد بتاع اللودر شارب من لبن امه، ويسوق اللودر ويجي جنب العماره كده ونهشكه على عمود مهم قوي في العماره، وروح خبطه خبطه يخلي العماره معيوبه. يا ابن اللعيبه، ده انت دماغك سم يا منى. ايوه، انا ساعات دماغي فران. قشط عليك يا منى. طب بقول لك ايه بقى، سيب موضوع اللودر ده عليا، انا عندي اللي يخلص لنا الفيلم ده. بس كده، وبعدين ساعتها بقى السكان هيخافوا ويلموا هدومهم، ده اذا لحقوا، وياخدوا بعضهم وافاكين، ومن غير ما عمر بتاعك زي يتدخل في الموضوع. مساء الخير عليكم يا اساتذه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. مش عايزين نعمل لكم انزعاج ولا حاجه. لا لا لا، مفيش انزعاج ولا حاجه، دي لولا بنت اختي، مفيش حد غريب. اهلا بيك. هاي، منوره الدنيا. ميرسي، انت اللي منورينا. اهلا بيك. موني، لازم امشي بقى، انا اتاخرت. اه فعلا انت اتاخرتي قوي. اهدي اهدي، واذا حضرت الشياطين ولا ايه؟ لا ابدا، بس اصلا اتاخرت على جوزي، استاذنكم بقى. سي يو باي. خلي بالك من نفسك. اوكي باي. يخص، هي طلعت متجوزه؟ لا ولا يهمك، دي في بينها وبين جوزها مشاكل وان شاء الله عن قريب قوي هيتطلقوا. قول يا رب. طمنتني الى هيطمنك. بص يا عم الاسطى، انا عاوزك في خدمه صغيره قد كده وهنحللك بقك. اؤمر يا باشا، خدامك. رقبتي؟ لا لا رقبتك ولا حاجه، احنا عاوزينك في خدمه وحكايه انت كل يوم بتعملها. حكايتي ايه؟
تركب اللودر بتاعك وتتمشى بيه كده في العصارف في حي الزمالك، وهشاور لك كده على عماره معينه تروح حاجتك فيها كده، حاجه كده في مقتلها تجيبها الارض. ايه بس دي جريمه، ممكن اقع فيها في الغلط. هي جريمه فعلا وتقع فيها في الغلط، بس مش شكلها حلو. بس كده بس كده، امسك دول بتوعك، وان شاء الله بعد ما تخلص العمليه دي هديك الباقي. قلت ايه؟ قلت لا يعني لا. ليه بس يا عمر؟ دي فكره كويسه قوي، هتنفذ لنا كل اللي في دماغنا وانت مالكش علاقه بحاجه. ماليش علاقه ازاي؟ وانت بتقولي ان اللودر هيخبط في اساس العماره، يعني ممكن تتهد على دماغهم ونروح كلنا في 60 داهيه. لا، اللودر هيخبط عمود واحد بس، وساعتها نقدر نجيب قرار الازاله بسهوله، لان العماره هتبقى معيوبه ونخليها بقى من السكان ونرتاح. لا يا لولو. ليه بس؟ دي هتبقى حادث قضاء وقدر، وانت مالكش علاقه خالص باللودر، انا اللي هجيبه وانت هتبقى في السليم. ها، ايه رايك؟ لا، قلت لا. اوه، الف سلامه عليك يا بيبي. انت السبب في اللي انا فيه ده. انا؟ ليه يا حبيبي؟ كنت انا اللي قلت للجيران يرنوك علقه؟ لولا بلاش تساعي عليا، فكره اللودر دي فكرتك وانت قلت لي عليها قبل كده وانا رفضتها، صح؟ صح، فكرتي لكن لما انت قلت لا خلاص يبقى لا. وبعديها بشهر اتنفذت بحذافيرها. ايه، مكشوف عنك الحجاب؟ لا يا سيدي، مش مكشوف عني الحجاب، بس انا ما برجعش في كلمتي، وكمان مش هتنازل عن احلامي. اوكي يا بيبي؟ يبقى انت اللي عملتي كده؟ ايوه انا يا بيبي. بس انت بقى ما تقلقش خالص، لان انت بعيد خالص عن الموضوع ده، واللي يقدر يثبت عليك حاجه يبقى يقدمها. ازاي وانا في بيني وبين الجيران كلهم محاضر قد كده في الاسم؟ يعني هيتهموني هيتهموني. اتهام باطل، واكيد كل المحاضر دي في النهايه تتأيد ضد مجهول، وساعتها بقى هنكون كسبنا، ان السكان كلهم مش هينفع يقعدوا في العماره، ولا هيلبدوا في العماره وهي قايله للسقوط. ولو نشفوا دماغهم بقى وقالوا عايزين ينكسوها. ينكسوا ايه يا حبيبي؟ العماره خلاص ما ينفعش فيها تنكيس، اللي اتخبط فيها اهم عمود في العماره كمان. طبعا يا بيبي، ده انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى. منك لله. انا زعلانه منك كده برضو، كل دي غيبه اخسى عليك. انا اقدر يا لولا، ده انت روح قلبي، بس الدنيا مشاغل وانت فاهمه. المهم عامله ايه مع حاله امه؟ هعمل ايه يعني؟ ادي بيرازي فيا وبرازي فيه، لما اشوف اخرتها. لا، اخرتها فل الفل ان شاء الله. اصبري على الزبون لما يستوي عشان الفيلم بتاعنا يخلص. ماشي، اديني صبر. المهم انا بعت البواب عشان يجيب لنا اكل نتغدى سوا. الله الله الله، هو حيلته امه مش جاي النهارده ولا ايه؟ بقاله اسبوع بيجي متاخر، اصل المدير بتاعه مخنوق منه ومستقصده، بيخليه اخر واحد يمشي في الموظفين. بس هو يا لولا، اوعى يطب علينا وتبقى مشكله. كده برضه وانا بلعب، هنتغدى ونريح شويه كمان. الله 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 الله، يعني نظبط المسائل ونعيش حياتنا؟ ده انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى. قشطة عليك يا لولا يا اولى. صدقي بنت لولا، صدقي بالله انت وحشاني موت. وانت كمان. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ على فكره يا عمر انت فاهم غلط. فاهم غلط؟ من الواضح كده ان انا فاهم صح. لا، مش عايز دماغك تروح بعيد. انا عايزك تخرس خالص. انت النهارده لازم تموت. لا اسمع بس، ده باين عليها ليله هتبقى غامقه. اخلع عنك. استنى، معاك ربنا يا لولا. انت اللي طلعتي جبانه وقذره. لا 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 يا عمر، انا هفهمك. انت تحت راسي خالص. لازم تموتي. يا عمر لا تموتي، واغسل عاري بايديا. لولا لولا، ردي عليا يا لولا. لولا ردي عليا يا لولا. ست لولا. يا لولا، انا جبت الطلبات. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل يا استاذ عمر؟ معرفش، انا دخلت الشقه لقيتها مرميه على الارض. اتصل بالاسعاف بسرعه. حاضر. بسرعه. حاضر. لولا ردي عليا يا لولا. يا نهار اسود، طمني يا دكتور،
الإشعاع والفحوصات بيقولوا إنها خدت خبطة جامدة على راسها، عملت لها ارتجاج في المخ وارتشاح بسيط، ودول أدوا دخولها في غيبوبة. طب يعني كده ممكن يحصل إيه يا دكتور؟ بص، أي خلل بسيط في المخ ممكن يبقى له عواقب مش كويسة، عشان كده بنحاول نعالج الارتشاح الأول وهنحطها تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة. ادعيلها بقى ربنا يقومها بالسلامة. يا رب. استر يا رب. دي لو ماتت هروح في داهية. أروح في داهية ليه؟ دي خاينة وتستاهل الذبح. أيوة بس محدش شاف خيانتها غيري، ومليجي الكلب ده أكيد هرب، ولو قلت الحقيقة محدش هيصدقني وهيفتكروا إني قلت كده عشان أخلص منها. أستر يا رب. يا دي الخراب المستعجل، أعمل إيه بس يا رب يا رب. الحمد لله على سلامتك. هو ايه اللي حصل؟ انا فين؟ انت في المستشفى. مستشفى ليه؟ ولا حاجه، اكتشفت خيانتك مع خالك مليجي وكنت عايز اقتلك. ومين اللي جابني هنا؟ للاسف انا. بجد يا عمر؟ يعني ما هنش عليك تسيبني اموت؟ ما هنش عليا اضيع نفسي اكتر من كده. لا كده عايزين نعمل ايه يعني؟ ده انا شايفك بتخونني قدام عينيا. لا يا عمر انت غلطان. فعلا غلطان عشان عرفت واحده حقيره زيك. يا عمر شت، ما تنطقيش اسمي على لسانك النجس ده. انا كنت اعمى وخلاص فتحت. انت عملتي فيا ايه؟ خسرتني اهلي وناسي واصحابي وورثي، عزلتني عن العالم كله. انت ضيعتي مني حتى نفسي. خلاص يبقى تطلقني وتدفع لي مؤخر، وساعتها بقى كل واحد يروح لحاله. انت ليك عين بعد كل اللي عملتيه؟ ده حقي بالشرع والقانون. ده بعينك يا لولا، مش هطلقك وهسيبك كده زي البيت الوقف. ولو عرفت انك على علاقه مع حد تاني وانت على ذمتي، اقسم بالله بلبسك قضيه زنا وارميكي في الحبس. بقى كده وعد مني يا لولا، مش ههنيكي لحظه واحده طول ما انت على ذمتي، لغايه ما تقولي حقي برقبتي وتخلعي نفسك بنفسك وتردي لي بقى شبكتي وفلوسي اللي صرفتهم عليكي. الف مبروك يا ايمان. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اتربى في عزك يا حبيبتي. والله كان نفسي اقول لك عقبالك يا عمر، بس طول ما انت مع الحربايه بتاعتك دي حاسه ان انا هكون بدعي عليك. لا ما خلاص، انا ولولا سيبنا بعض. تتكلم جد يا حبيبي؟ اه والله. انتوا اتطلقتوا ولا ايه؟ ما عنديش رفاهيه اصلا ان انا اطلقها، لغايه بس الاول ما اطهقها واعرفها ان الله حقها، ساعتها بقى تبقى تفعل نفسها بنفسها. وانت فاكر انها تعمل كده بسهولة؟ تعمل بقى ولا ما تعملش، خلاص ما بقتش تفرق معايا، تيجي زي ما تيجي، المهم ان انا خلصت من امها. يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله. نصيحة مني يا امان، ربي ابنك كويس ما تدلعيهوش، واوعي تقولي له اه على اي حاجة يطلبها منك، عشان لما يكبر ما يطلعش لخاله. كده برضو يا عمر، حبي ليك وحناني عليك هم السبب في اللي انت فيه دلوقتي. هي دي الحقيقة يا ماما. أنا آسف طبعا مش قصدي حاجة، بس القطط من حبها لعيالها ممكن ياكلوهم. أنا بقى جيت الدنيا لقيتك بتجيبيلي كل اللي أنا عايزه، ومن حبك فيا عمرك بقولتيلي على حاجة لأ. أخيرا يا عمر فهمت الدرس، دلوقتي بس أقدر أقول إنك راجل أقدر أعتمد عليه.